أنا قلت في المقدمة أن المصر يستحق وبورسعيد تستحق الكثير والكثير، يعني بجد حان الوقت. أنا سامع المقدمة بتاعتك جيدا، وأنا أعلم مدى حبك للنادي المصري ومدى حبك لبورسعيد وعشقك لبورسعيد طبعا. وأنا أعتقد أن أنا بتكلم ما بتكلمش من فراغ، أن أنت نصك بورسعيدي فده شرف لينا طبعا، ده شرف لي. أو أنت من الناس المحترمة الجميلة، أنا بسعد ما بشوفك على الشاشة. ربنا يخليك كابتن حسام. أنت حضرتك تابعت معنا التقرير؟ تمام. يعني على الاستبعادات وال طبعا اللاعبين الجدد، انا شايف بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج. طبعا كل التقدير والاحترام للاعيبه اللي مشيت النادي المصري، كانوا برضو على عند حسن الظن، لكن تمام. المصري في ثوبه الجديد لا يقبل الا الصفقات المميزه التي ترضي طموح ادارته وجماهيره. يعني يكفي ان النادي المصري بيعقد صفقات من العيار الثقيل او صفقات سوبر. انا طبعا في البدايه احب اشكر مستر كامل ابو علي طبعاً. على حماسه وحبه وعشقه للنادي المصري بشكل غير طبيعي، وانا اعلم ايضا مدى انشغاله بشغله الخاص بدرجه كبيره جدا، ولكن بيولي النادي المصري وبورسعيد اهتمام كبير جدا ان هو بيعقد صفقات على مستوى عالي، ان هو بيعمل الحلم لبورسعيد ان شاء الله من خلال استاد جديد يدير حاجه كويسه للنادي المصري، ما يعتمدش على اي شخص فيما بعد. مشروع الاستاد الجديد استثماري بشكل كبير جدا، ودي اللي متطلب في المرحله القادمه ان شاء الله باذن الله. هو ماشي في مسارين متوازيين، المسار الاستثماري للنادي المصري والاعتماد على نفسه في كل شيء، والمسار فرقه الكوره وكيفيه النهوض بالفريق بشكل جيد من خلال جهاز فني، من خلال لاعبين جدد زي ما انت شايفه او شفته. لا اسمح لي يا كابتن حسام، هقف شويه عند الكابتن ايهاب جلال. بعض المريدين وبعض المحبين للنادي المصري ما كانش عجبهم اختيار كامل ابو علي لايهاب جلال، تعقيب حضرتك. والله انا يعني عايز اقول حاجه، الكابتن ايهاب جلال من المدربين المحترمين الواعيين الفاهمين، هو مر يمكن بمنعطف كده. لا هو اتظلم، مش مر بمنعطف، هو اتظلم. بس يعني الكلام على يعني في ظروف خارجيه يعني تعرف انت واحد بياخد بوكس كده ابيض ما لحقش يفوق منه. لكن انا بقول ان ايهاب من ضمن المدربين المحترفين الجيدين على مستوى مصر، وطبعا يعني انا بتمنى له كل التوفيق. وايهاب انا على فكره من ضمن الناس اللي انا جربتها في مشوار حياتي التدريبي، وانت عارف انا لاعب مميز مع المصري في الجهاز المصري في النادي المصري ومدربا مميزا، وفي نفس الوقت ايهاب مطلع على كل ما هو جديد في علم التدريب، وايهاب من الشخصيات المحترمه الجميله، بيشتغل في هدوء، بيشتغل في صمت، بعيد عن الضوضاء والضجه. بتمنى له كل التوفيق ان شاء الله باذن الله، مع التدعيم الكبير اللي بيقوده الاستاذ كامل ابو علي، مدرب على مستوى مميز جدا، لاعبين بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج. شايف يعني ده رضا او ارضى طموحات جماهير النادي المصري، ولا لسه برضو عندهم يعني هو ده حقهم يبقى عندهم مزيد ومزيد؟ شوف يا استاذ محمد، النادي المصري جماهيره اعتقد مع مستر كامل بيبقى سقفهم ملوش حدود، وطموحهم وطمعهم في المزيد من الصفقات الممتازه الجيده ملهاش طموح. انا عايز اقول لك على حاجه، يعني شوف النادي الزمالك رغم ان هو بطل الدوري ورغم ان هو عنده من احسن اللاعبين، ولكن يمكن بيعطي الصفقات صفقه تلو اخرى، يمكن في حدود 8 صفقات عاملها. النادي المصري كان طبعا اولى ان هو يعمل صفقات في بناء الفريق من جديد بشكل جيد، وانا اعتقد الصفقات دي صفقات محترمه وجيده، ولكن النادي المصري ما زال محتاج صفقتين ثلاثه على مستوى عالي. لكن مروان حمدي حاجه طبعا لاعب كبير، حتى حسين السيد صفقه محترمه، وده بس يعني الصفقات كلها، حتى الجزائري، حتى النيجيري، احنا يمكن شفنا كمان تقرير عن النيجيري ده باهدافه كوبوت اللي جاي من قطر القطري بالظبط كده، يعني حاجات محترمه تليق باسم النادي المصري وتليق بمستر كامل ابو علي. يعني اول بدايات هو ان شاء الله انكم تلعبوا على ملعب نادي القناه بمدينه الاسماعيليه، خطوه رائعه جدا على فكره. سياده الرئيس كان لسه من اسبوع افتتح المنشاه الرياضيه الكبيره، وحاجه ولا اروع، استاد عالمي، اعتقد انها يرضي طموحات الفريق المصري. استاد على مستوى حاجه جميله جدا، على مستوى عالي، اضافه جديده للمنشات الرياضيه في مصر،
استدعى السيد الرئيس من حوالي اسبوع. مستر كامل ابو علي برضك بحسه العالي من حوالي اسبوعين ثلاثه عمل زياره للفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس الجميل الراجل الرياضي اللي احنا بنشكره على ترحابه باستضافه النادي المصري في استاد قناه السويس الجديد. وطبعا كان بيقول بعد افتتاح الرئيس طبعا ده حاجه ما مش عايزه كلام، لكن في اتفاق شبه نهائي بيديها لجمهور بورسعيد من مستر كامل ابو علي ان هم يبقوا موجودين على استاد هيئه برضه قعدوا سنين طويله يروحوا برج العرب ويلعبوا برج العرب وكعسكروا بالعرب بس يعني، لكن إن يعني ان شاء الله ختام جميل انه يلعب قريب من بورسعيد في الاسماعيليه. مستر كامل ابو علي وفر كده تقريبا ما يقرب من سنتين من المده اللي كان الجمهور بيقطعها عشان يروح برج العرب في اسكندريه، مشوار كان صعب جدا، ليه كده بقت فيه مؤازره. اعتقد ان كمان لما يبقى فيه زياده اعداد الجماهير ان شاء الله في الموسم الجديد دي هتبقى اضافه كويسه لسيرش النادي المصري، مش هنحس ان احنا عندنا غربه او ان احنا بنلعب بعيد، وان شاء الله باذن الله في خلال سنتين بالكثير باذن الله نرجع بيتنا بقى لان احنا تعبنا كتير. يلا بقى البركه فيكم بقى تعملوا الاستاد الحلم بتاع النادي المصري. طبعا يتحقق حلم النادي المصري بالاستاد الجديد باستثماراته الجميله. ان شاء الله في نهضه كرويه رياضيه في بورسعيد كلها وفي بورسعيد. تستحق قبل حسام، بورسعيد تستحق الكثير والكثير بامانه يا فندم. بورسعيد تستحق. الله يخليك يا محمد، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، شاكر جدا على شعورك الطيب، وان شاء الله باذن الله باذن الله النادي المصري يقدم عرض يليق باسم النادي المصري ان شاء الله ويليق بجماهيره العظيمه والجهد المبذول ان شاء الله من كل الاجهزه بورسعيد وعلى راسهم. طبعا مش عايز انسى فضل بعد الله سبحانه وتعالى السيد اللواء اركان حرب عادل غضبان مد ايده بشكل كبير جدا في النادي المصري في المرحله السابقه، خلى النادي المصري ينافس في الكونفدراليه وخلى النادي المصري يحتل المراكز المربع الذهبي، كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى ثم هذا الرجل العظيم محافظ بورسعيد. كابتن حسام غويبه نجم من نجوم ورمز من رموز النادي المصري البورسعيدي، بشكرك شكرا جزيلا. يلا افرحوا بورسعيديه ان شاء الله الدوري العام اللي جاي.